هذه الحلقة خلاصة الخلاصة. نعم، جئت لك اليوم بأمر الله بثلاث آيات متخصصات في تدمير وإبطال أي سحر من الأسحار أيا كان نوع ذلك السحر، وهذا عن تجربة. وضع تحت كلمة عن تجربة هذه ألف ألف خط، لأنني قلت لكم قبل ذلك إن المجربات دليل إثبات. نعم، هذه الآيات متخصصة كما قلت لكم في إبطال أي سحر من الأسحار، سواء كان سحر مأكول أو مشروب أو مرشوش أو سحر مرسل من اللي هو سحر اللي ذكرناه قبل ذلك، سحر الإرسال والتأثير عن بعد. وسأبين لك في هذه الحلقة أيضا بإذن الله جل وعلا كيفية إعمال هذه الآيات على هذه الأسحار، لأن كل سحر يختلف عن الثاني. كل ما عليك الآن حبيبي في الله أن تحضر ورقة وقلم حتى تكتب وراء هذه الآيات، وسنلتقي بعد الفاصل إن شاء الله. أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الآن أكتب وراء هذه الآيات، وبعد ذلك سأقول لك كيف نعملها على كل الأسحار إن شاء الله. الآيات، الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. هذه يا جماعة الخير الثلاث آيات التي كما قلت لكم والله العظيم يعني لها فعل عجيب في إبطال وفي تدمير أي نوع من أنواع السحر، وهذا بفضل الله عن تجربة. طيب يا مولانا، خلينا كده نبدأ مع الأسحار. سحر السحر، لو كان السحر مثلا مأكول أو مشروب هنعمل إيه؟ هتجيب حبيبي في الله كوباية مية وتقرأ فيها هذه الآيات الثلاث، وتجعل فمك قريب من الإناء بحيث تجعل إسقاط النفس ينزل مباشرة على ذلك الماء. بعد ما قرأت هذه الآيات هتجيب ملعقة من عسل النحل، نصف ملعقة صغيرة من حبة البركة مطحونة، نصف ملعقة صغيرة من نبات السلاميك المطحون. وده على فكرة أشياء كلها متوفرة، رحت أي عطار يعني ستأتي بهذه الأشياء إن شاء الله. ولمرضى الضغط بلاش حبة البركة، حبة البركة بترفع الضغط شوية، لو مش مريض الضغط خلاص يبقى إيه، يفضل أن تضع حبة البركة زي ما قلت لك، نصف ملعقة حبة بركة صغيرة مطحونة ونصف ملعقة صغيرة من نبات السلاميك المصحون، وتحطهم كلهم على هذا الماء، العسل ونبات السلاميك وحبة البركة، ثم تقلبهم تقليبا جيدا في ذلك الماء الذي قرأت عليه هذه الآيات الثلاث، ثم تشرب هنيئا مريئا بفضل الله سبحانه وتعالى. هتعمل الوصفة دي ثلاث مرات في اليوم لمدة 7 أيام، ثلاث مرات في اليوم لمدة 7 أيام، ده لو السحر مأكول أو مشروب. طيب يا مولانا لو السحر ده مرشوش وأنا اتخطيت عليه وبدأت تظهر علي أعراض السحر اللي هو السحر المرشوش، اللي هي ألم في أسفل القدمين وارتخاء في الأعصاب وخمول وكسل وصداع ودوخة ودوار وألم أسفل الظهر والأعراض اللي احنا حضرتك فهمتها لنا دي قبل ذلك، نعمل إيه؟ هم الثلاث آيات اللي كتبتهم حضرتك حاليا. ستأتي بإناء كبير وتقرأ عليه هذه الآيات، ثم تضيف عليه بعد ذلك 250 جرام من الملح الخشن. طب ما لقيتش ملح خشن يا مولانا، هات ملح طعام، نص كيس من ملح الطعام وفضيه على هذا الماء الذي قرأت عليه هذه الآيات. ثم بعد ذلك إن لم تكن طاهر تغتسل، وإن كنت طاهر تتوضأ وتغسل رجليك جيدا بحيث تجعلهما طاهرتين، ثم تسقطهما في ذلك الماء المقروء عليه. بعد ما تسقطهم في الماء هتسيبهم أعزك الله من 10 دقائق لربع ساعة، من 10 دقائق لإيه؟ لربع ساعة. ولو كان الجو شتاء زي الوقت اللي احنا بنصور فيه ده ممكن تدفي المية عشان الماء البارد لا يتعب قدميك. طيب، وانت اثناء ما حاطط رجليك اعزك الله في هذا الماء هتسمع الرقيه الشرعيه. طيب كم يا مولانا؟ هتعمل القصه دي مره واحده قبل ما تنام لمده 11 يوم. ده لو سحر ايه؟ لو سحر مرشوش، فيه سحر مرشوش وحضرتك ايه؟ اتخطيت عليه، سواء اتخطيت عليه انت كنت مقصود بيه او اتخطيت عليه بالغلط. طيب كده خلصنا السحر المأكول
والسحر المشروب والسحر المرشوش. خش معي على السحر المرسل. والسحر المرسل ده يا جماعة الخير بنسميه احنا سحر الإرسال والتأثير عن بعد، لأنه الساحر بيرسل السحر من عنده إرسالا، وده سحر بيبقى تأثيره دائما على الدماغ، بيخلي الإنسان يعمل حاجات وهو خارج عن وعيه. ممكن بعد كده يقول أنا إزاي عملت القصة دي، وإزاي يعني يعمل أي حاجة بعدين إيه، بعدين يندم عليها. هنعمل إيه؟ هتجيب مبخرة، مبخرة، ثم بعد ذلك تضع فيها فحما مجمرا، عارف المبخره اللي احنا بنبخر بها، المبخره العاديه دي، ها؟ مبخره، وتضع فيها فحما مجمرا، ده في سحر ايه؟ ما تتوهش معايا، ده في سحر الارسال والتاثير عن بعد. مبخره نضع فيها فحما مجمرا، وبعدين هنجيب بخور اسمه بخور فحم، لو ما لقيتش هات اي بخور ما فيش مشاكل، بس يستحسن انه يكون بخور فحم، يعني تسال العطار عندك الاول بخور فحم ولا لا، لو فيه تمام، لو ما فيش هات اي بخور. تمام؟ بعدين تجيب مع بخور الفحم حبة بركة، وتجيب زعتر، وتجيب شيح. تمام؟ تحط على الفحم المجمر البخور وحبة البركة والشيح والزعتر، وتحط المبخرة في الأرض، وتبدأ حبيبي في الله تتخطاها 7 مرات. الروحة تتحسب والرجعة لا، خلي بالك، الرايحة تتحسب إنما إيه، إنما الرجعة لا. تتخطاها 7 مرات، أثناء ما بتتخطاها تقرأ هذه الآيات، تقرأ هذه الآيات الثلاثة لحد إيه؟ لحد ما تخلصهم. بعد كده هتمسك المبخرة وتلف بها إيه؟ في الشقة أو في البيت أو في المكان أو في المحل أو في أي يعني المكان اللي أنت قاعد فيه. وأثناء ما بتلف حبيبي في الله برضو ستقرأ هذه الآيات، ستكرر أيضا هذه الآيات الثلاث التي قلتها لك. ده بالنسبة للسحر المتلبس بك. طب أفرض يا مولانا واحد رشلي سحر، وانا عرفت السحر ده مرشوش وعرفت مكانه، سواء يعني رشوا على عتبه الباب، رشوا على الباب نفسه، رشوا على الطريق، نعمل ايه؟ هم الايات دول هتقراهم على ماء وتحط عليه ملح وترش على السحر المرشوش لك حبيبي في الله، وبذلك تكون قضيت عليه ايضا نهائيا. هذه يا جماعه الخير هي كما قلت لكم بفضل الله عز وجل ويشهد الله يعني الآيات المجربة في إبطال وتدمير السحر. وخلي بالك أنا أقول إبطال مش أقول تحصين، عشان ما حدش يقول لي مولانا ما سورة البقرة إيه فين وآية الكرسي وسورة قاف، لا، فيه فرق بين آيات الإبطال وفيه فرق بين سور وآيات التحصين. الحاجات اللي احنا ذكرناها دي في منها تحصين وإبطال وفي منها تحصين بس، لكن أنا النهاردة عايز نبطل الأول. أصل التحصين ده بيجي بعد ما تبطل الحاجة اللي عندك، يعني واحد عنده سحر أنا ما نقولهوش روح حصن نفسك، حصن ما هو ما مسحور. عفوا، لازم الأول نبطل السحر ده وبعدين نقول له، وبعدين نقول له حصن نفسك. في الآيات دي يا جماعة الخير كما قلت لكم متخصصة في الإبطال وليس في التحصين. بعد ما نبطل السحر سيكون هناك حلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى، حلقة خاصة عن التحصين من السحر، عشان السحر اللي اتعمل لنا محدش يقدر يعمله لنا أو يجدده لنا مرة تانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.